احنا في مكان كان فيه شخصين معديين بكريب حادق وكريب مسكر قطيع عادي يقولوا لمحمد كل يدوقوه مشان هما يجيبوك على المحل يعملوا دعايه يعني. فبص محمد بيقلدهم ازاي. نعم هما بيعملوا ازاي؟ لا مش هما المشكله عندك مش عندهم. انا قلت لك بلاش. خلاص ما تقرفنيش والله. مش بقرفك قلت لك بلاش. الموضوع شكله بس ليش بلاش؟ قلت لك بلاش. الراجل ماشي بقاله ساعه ماسك بتاع عايز تدوق اللي بتاعته يا عدو يا ساره بلاش يا حبيبتي. الراجل بقاله ساعه لا 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 ده فغش ده جاي فغش بتففته لسه جايه بتهزر دلوقتي ايه ده؟ واصرت وكالت برضه هرجع والله مش مظبوطه هرجع. وذنبها ايه امك؟ ذنبها ايه امك تدبسيها معاك التدبيس؟ طب الست انا وهي بنعرج مع بعض في الكلام مش عارفه تفهمني بسرعه. اه تماره بتصوت لك. يعني الست ذنبها ايه؟ قلت لك بلاقي اتفضلي. حرام عليك والله هرجع. رجعي. والله موجوع. لو موجوع احسن. محمد. احسن. ايه ده؟ ما انت بتعلمي قلت لك من قبلها. ماشي تبقى جونتي.